وبركاته. أعزائي الطلبة طلاب الفرقة التانية، هنشوف مع بعض السوراس الكافيتي، الكوندنس بتاعت السوراس الكافيتي من على الليفت سايد. شفناها في الفيديو السابق عن الرايت سايد، دلوقتي هنشوف على الليفت سايد وإيه الفرق بين المنشأ بتاع الأرتري على الليفت عن الرايت. هنشوف مع بعض العينة قدامي أهي، ده السوراس الكافيتي من ناحية الليفت ازاي، ده الدورزل بتاع الحيوان من فوق، هنا الكرينيال مكان مقاطعة الهيد، مكان مقاطعة النك والهيد، يبقى ده الكرينيال. هنا كده الدورزل، كده انا الفنترال، ده الفنترال، الاسترنم اهي موجودة فنترالي من تحت، وهنا ادي الليفت سايد، يعني انا شايل الريبس من على ناحية الليفت، يبقى ده كده على شمالي، يبقى هنا كده الليفت سايد. هنشوف مع بعض على الليفت سايد، واضح معايا دي عبارة عندي عن الليفت لانج، دي الليفت لانج اهي، قلنا في عندي نوتش من على الليفت سايد، النوتش دي بتبقى وايد او اعرض او اكبر من اللي موجودة على الرايت. احنا قلنا الكاردياك نوتش هي اسمها كاردياك نوتش، كاردياك نوتش على الرايت كانت ناو ضيقة، انا هنا على الليفت سايد بتبقى وايد واسعة، يعني جزء كبير من الهارت بيبقى لودج ما بين التو واللبس بتوع اللانج على الليفت سايد، عشان كده ده بيبقى موجود تحت الريبس بأسمع اكتر ناحيه الليفت سايد. دي اللانج، اعمل ريفليكشن كده هشوف الهارت اهو، ادي الهارت اهو، كون شيب موجود في الميدل ميدياستاين زي ما قلنا، يبقى ده الهارت معايا، بيبقى كونكتد مع الاسترنم من تحت بليجامنت اسمه الاسترنو بريكارديال ليجامنت، الاسترنو بريكارديال ليجامنت اهو. احنا قلنا على الليفت سايد، ادي الليفت سايد بيبقى باين معايا ارترز، الفينز بتبقى من اللي بشوفها من ناحيه الرايت سايد، عشان كده بسمي الرايت سايد الفينوس سايد، بتاع الرايت سايد بتاع الهارد بقول عليه الفينوس سايد، طب الليفت سايد بقول عليه الارتريال سايد، بيبقى باين معايا الارترز عشان ما احنا هنشوف مع بعض دلوقتي. وادي اللانج، هنشوف ماسلز معانا اهي، عضله زي دي اسمها لونجاس كولاي ماسل، لونجاس كولاي ماسل، لونجاس كولاي ماسل، عضلة دي السكالينس ميدياس ماسل، السكالينس ميدياس ماسل، عندي العضلة دي بتبقى موجودة على الانترنال سيرفيس بتاع الاسترنا اهي، دي بقول عليها الترانسفيرز سوراسز ماسل، ترانسفيرز سوراسز ماسل، دي بالنسبة للعضلة. هنشوف ايه تاني، ده قلنا الليفت سايد بقول عليه الارتريال سايد، ده الرايت فينتريكل، رايت فينتريكل، في عندي الاريا دي اللي انا بضغط عليها دي بقول عليها الكونس ارتريوزس، كونس ارتريوزس اللي بيطلع منها البلمونري ارتري او البلمونري ترانك اللي هيروح يدخل اللانج، يبقى ده البلمونري ارتري او البلمونري ترانك بيدخل للانج، بيدي برانش للليفت لانج ليفت وبرانش للرايت لانج، ده اللي هو البلمونري ترانك طالع من الكونس ارتريوزس بتاع الرايت فينتريكل. ده الاورتا، ده الاورطة اهو، لما ارفع كده ده الاورطة اهو، وهو طالع من القلب ascending aorta، ascending aorta، بعد كده بيعمل ارش، اللفة اللي هيلف بيها دي بقول عليها aortic arch، aortic arch عشان يتجه كودالي اهو كdescending aorta، في منطقة الثوركس يبقى اسمه thoracic aorta، يدخل الابدومين يبقى اسمه abdominal aorta. طيب بيطلع من الاورتك ارش بتاع الهارت، اللي طالع من الهارت بيطلع منه الترانك الكبير ده او الارتري الكبير ده، دي بقول عليه البريكيوسفاليك ترانك، بريكيوسفاليك ترانك ده اللي هيبدا يدي ارترز برانشات هتغذي الاجزاء الاماميه من الجسم، الهيد والنيك والفور ليمبس واجزاء من الثوركس كمان، ده اللي هو البريكيوسفاليك ترانك. يبقى احنا شفنا البلمونري ترانك، شفنا الاسندنج اورتا طالع من القلب يعمل ارش اسمه اورتك ارش، يرجع لورا ديسندنج اورتا اهو، في الثوركس يبقى اسمه ثوراسيك اورتا، وفي الابدومن ابدومنال اورتا، ويدي الامام اللي هو البريكيوسيفاليك ترانك، ده اللي احنا هنتكلم عن البرانشات بتاعته النهارده. طيب شوف مع بعض ده الاسوفيكس، الاسوفيكس اهو، ده عباره عن الاسوفيكس اهو، الاسوفيكس دي الترقية باينة معايا من قدام، الترقية طبعا بيبقى مين اللي واضحة اكتر من على الرايت، يبقى ده الاسوفيكس من الترقية،
نشوف مع بعض بقى عندي الارترز اللي هنشوفها. البراكيوسيفاليك ترانك على الليفت سايد بيديني ارتري او ترانك مهم جدا اهو، اسمه ده الارتري ده اسمه ايه؟ اسمه الليفت سب كليفيان ارتري، اسمه الليفت سب كليفيان. الليفت سب كليفيان هنا هيدي كل البرانشات اللي طالعه قدامي دي، يبقى كل الارتري اللي هقولها دلوقتي طالعه من الليفت سب كليفيان على عكس الرايت طبعا. يبقى الليفت سب كليفيان اهو طالع من البراكيوسيفاليك ترانك، بيدي ايه بقى الليفت سب كليفيان؟ بيدي عند الارتر ده اسمه كوستو سيرفايكال، اسمه كوستو سيرفايكال ترانك، كوستو سيرفايكال. كوستو سيرفايكال يدي ده اسمه دورزال سكابولر، دورزال سكابولر ارتر، وده اسمه سوبريم انتر كوستال. يبقى ده دورزال سكابولر سوبريم انتر كوستال طالعين من الكوستو سيرفايكال ترانك. بعد كده يدي ده اسمه الديب سيرفايكال، ديب سيرفايكال ارتر، ديب سيرفايكال ارتر. بعد كده يكمل كليفت سب كليفيان، ليفت سب كليفيان يدي ده اسمه الفيرتبرال ارتر، فيرتبرال ارتر، فيرتبرال ارتر. بعد كده برضو ما زال اسمه سب ليفت سب كليفيان يدي ده اسمه انترنال ثوراسك، يدي ده اسمه ايه؟ انترنال ثوراسك اللي هيروح يمشي ما بين الترانسفيرز ثوراسز ماسل والاسترنم، ويدي الفنترال انتركوستال ارترز. وبعد كده يدي سوبرفيشال سيرفايكل، سوبرفيشال سيرفايكل، ويكمل كاكزيلاري ارتر، كاكزيلاري ارتر. هنا في العينه دي في عندي ارتر اسمه اكسترنال ثوراسك، احنا قلنا ده انترنال ثوراسك، في اكسترنال ثوراسك. يا اما الاكسترنال ثوراسك يطلع من الانترنال ثوراسك زي ما شفنا في عينه الرايت سايد، في عينه الناحيه اليمين كان الاكسترنال ثوراسك طالع من الانترنال ثوراسك، لكن هنا على العينه دي لقينا ان الاكسترنال ثوراسك طالع من الاكزيلاري ارتر. يبقى يا اما يطلع من الانترنال يا اما يطلع من الاكزيلاري ارتر، اللي هو مين؟ اللي هو الاكسترنال ثوراسك ارتر. طبعا ده الاكزيلاري ارتري هيلف حوالين الفيرست ريب ويروح يغذي الفور ليمب او ثوراسك ليمب، اكزيلاري ارتر. يبقى تاني هنقول على البرانشات، ده البراكيوسيفاليك ترانك ادى الليفت سب كليفيان، ليفت سب كليفيان ادى الكوستو سيرفايكال، كوستو سيرفايكال يدي الدورزال سكابولر سوبريم انتركوستال. بعد كده الديب سيرفايكال يطلع الديب سيرفايكال، بعد كده يكمل كليفت سب كليفيان يدي الفيرتبرال ارتر، الفيرتبرال ارتر. بعد كده يكمل يدي السوبرفيشال سيرفايكال، سوبرفيشال سيرفايكال، انترنال ثوراسك، انترنال ثوراسك، اكزيلاري، اكزيلاري ارتري. وقلنا الاكزيلاري يطلع منه ده اللي انا بقول عليه الاكسترنال ثوراسك، الاكسترنال ثوراسك طالع من الاكزيلاري في العينه دي، طالع من الاكزيلاري على عينه الرايت لانها طالع من الانترنال ثوراسك. دي بالنسبه للارترز على الليفت سايد كلها طالعه من الليفت سب كليفيان. هنشوف مع بعض بعض النرفات اللي معايا واضحه على العينه. ده اهو اللي بيبقى جاي ماشي على السكالينس ميدياس ماسل ده ورايح للدايفرام اهو، ده بقول عليه الفرينيك نيرف، الليفت فرينيك، الليفت فرينيك نيرف بيبقى ماشي على الهارت اهو، على البيز بتاع الهارت. ده الليفت فرينيك نيرف. معايا ايه تاني؟ معايا ده اللي هو الفيجو سمباثيك نيرف ترانك. طب وايه اللي باين جنبه ده؟ ده الليفت كومون كاروتيد على الرايت، قلنا الباي كاروتيد بينقسم لرايت كومون كاروتيد وليفت كومون كاروتيد، ده الليفت كومون كاروتيد باين معايا على الليفت اهو. هو والفيجو سمباثيك نيرف ترانك والريكرنت لارينجيال نيرف اللي طالع من الليفت فيجاس بيبقوا ملفوفين مع بعض الكومون شيس. ادي الفيجو سمباثيك اهو، دي السمباثيك، ادي السمباثيك، دي مع بعض فيجو سمباثيك نيرف ترانك، ادي السمباثيك وادي الفيجاس اهو، هيكمل معايا الفيجاس يروح يدي عند مستوى الاورتيك ارش ده اللي هو الريكرنت لارينجيال نيرف، الليفت ريكرنت لارينج، الليفت ريكرنت لارينج اللي هيلف حوالين الاورتيك ارش ويرجع يمشي في الرقبه اهو، ده الليفت ريكرنت لارينج عشان يروح يغذي الماسلز بتاع اللارينكس اه. طيب وبعد كده الفيجاس اهو بيكمل، الفيجاس هيكمل معايا، بيكمل الفيجاس بلاقيه بينقسم عندي لفنترال برانش، فنترال برانش ودورزال برانش. الدورزال برانش بتاع ليفت فيجاس هيتحد مع الدورزال برانش اللي جاي من الرايت فيجاس ويعملوا نيرف اسمه الدورزال فيجا نيرف ترانك او الدورزال اسوفجيا نيرف ترانك، بيبقى ماشي دورزال للاسوفكس، ماشي دورزال للاسوفكس، وهكذا الفنترال هيتحد مع الفنترال برانش بتاع الرايت ويمشي فنترال للاسوفكس كفنترال فيجا نيرف ترانك.
كفنترال فيجن نيرف ترانك. طيب نشوف مع بعض ايه هنا تاني. هنشوف مع بعض عندي الجنجليا دي اسمها الاستيليت جنجليا. اهي استيليت جنجليا او السيرفايكوس راسي جنجليا، بتبقى ستار شيب زي ما احنا شايفين. اهي عباره عن سمباثيتك جنجليا، بتدي سمباثيتك برانشز. ادي السمباثيتك اللي كان ماسك مع البيبو سمباثيتك، بتدي كاردياك برانشز تروح للقلب، كاردياك برانشز. وبيبقى في عندي كمان برانش ماشي مع الفيرتبرال ارتري، اهو ده الفيرتبرال ارتري، ده بقول عليه ترانزفيرز نيرف او نيرف ترانزفيرزالس. وبعد كده في عندي السمباثيتك تشين اهي جايه منها، سمباثيتك تشين اللي هي الخط الابيض اللي ماشي عندي على السوركس من فوق. ايه الارتريز اللي باينه معايا دي؟ بص الاقي كل ارتري ماشي جنبه فين، كل ارتري ماشي جنبه فين. دي الدورزال انتركوستال ارتريز اللي طالعه من الثوراسيك اورتا، دورزال انتركوستال ارتريز اللي هي طالعه من الثوراسيك اورتا، بتبقى من رقم 6 لحد رقم 18. اما الاولاني بيبقى طالع من الديب سيرفايكال، ومن رقم 2 لحد رقم 5 طالع من السوبريم انتركوستال. دي معظم الحاجات اللي موجوده معايا عندي على الليفت او اللي هشوفها مع الليفت. وقلنا دي التراكية، وقلنا دي الأسفكس والمصر زوني. بس شكرا.